مكاننا في موقعنا اللي نصور فيه. احنا صار لنا 3 أو 4 أشهر وهذه سلام كله وسام نعتز فيه. احنا نتكلم بالتراث ونحاول نحافظ على التراث ونحييه. شو اللي طال عمرك تقوله بهذه المناسبة؟ أقول أن موقفك وما قمت به أن يبيض الوجه، وهو حقيقة أنه من التراث الحقيقي اللي عهدناه، هذا صحيح ما في شك، واللي قمت به هو يبيض الوجه. وحقا هذا المجتمع الآن اللي اجتمع في هذا المحل وفي هذه الساحة، هذا اجتماع اليوم كله هذا ما عليه أي شيء من الذنوب ولا عليه شيء من الحساب، إلا أنه حضر لأجل يلقي نظرة على التراث السابق وطوف الوقت عنه، والحين باقي السحور الجريب عليه المساك، فبيمسك على بركات الله، وإن شاء الله يكون الله يتقبل منا ومنهم آمين. صيام الصحيح والجدي. آمين. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يطول عمرك. أنت إلى متى بتقوم هذا البرنامج؟ إلى متى بتقوم هذا البرنامج؟ حنا سلامك الله كل يوم بيوم نصور حلقة، بكرة نصورها اليوم. إيه. يمكن نستمر 28 رمضان 27 رمضان إن شاء الله. 27. أي طول عمرك. زين. عسى اللي مضى سلامك الله راضين عليه. باكر. ضيفتكم علينا عشاكم. الله يطول عمرك. يجيب لكم هني. الله يطول عمرك. خليهم يجيبوني لهني. الله يطول عمرك. نعم نعم. نحن نعم شاكرين على ما قمت به وعلى ما قام بالإعلام من هذا الشيء اللي يعجبنا ويعجب كل مواطن، أنه يذكر ماضي. الله يطول عمرك. واللي ما يذكر ماضي ما له حاضر ولا مستقبل. صحيح طول عمرك. ولكن الماضي لازم يذكر. صحيح الله يطول عمرك. نعم. عساك إن شاء الله ذكر أبو خليفة. وعساك دائما ان شاء الله على راسنا تاكدنا ونحيي التراث ان شاء الله. الله يبارك. الله يطول عمرك. بارك الله فيك. شكرا لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على هذه الزياره الكريمه.